Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الآية أما بعد. أصدقائي الطلبة أحبة، اسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي. اسمي سيدي نور الفضيلة، أنا من بنجاني. هنا سأقول قليلا عن محاضر التدخين، يعني من أضرار التدخين. انتشر التدخين وكثرت نسبة المدخنين في هذا العصر، مما يغمر في زيادة المشكلات الصحية بينهم. فقد أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يعرض الصحية لكثير من الأخطار، وأنه سبب لكثير من الأمراض، مثل من أمراض القلب. نعم، من أمراض القلب. ثم وسرطان الرئي والانتهان الرئي، كما أنه يسبب الشيخوخة ويزيد النسبة والفيرة. الصحيح أن كل شيء بقضاء الله، فأن الموت والحياة والمرض والصحيحة كلها بيد الله. ولكن يجب أن تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى تقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتدخين قتل النفس وانتحار بدي الصحيحة العالمية، فإن تدخين أحضر وباء رفات الجسمية والمشارية والوافية الناجحة عنه تعدد أكثر والوفية التي عرفها التاريخ، وخصوصا في الدول الفقير، حيث تنشر شركة التبغ دعائتها وتبيع أسوأ أنواع السجائر وأخطرها. وفي هذا كل ودليل على خطر التدخين على البشرية. فهل يدرك صغار الشباب بصفات حسفة ما وينتظرهم من أخطاره وأضراره إذا ما مارسوا التدخين وأقدموا عليه نتيجة لكل ما سبق؟ فإن المدخنين ويقتلوا نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدد المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. وللحين ضرر متضرر لأن دخان المتصاعدان من الأفواه المدخنين يستفشقه من حولهم حلول احتيار منهم. والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريف شب بسبب المدخنين وكانت أضراره جسمية. ينفق المنافقون أموال كثيرا على السجائر ولا يأخذون مقابل ذلك إلى غرر والخسر. وقد وجدت أن ما ينفقون 60 مليون مدخنين في أمريكا يكلف 4 مليار دولار في العام. ثم أفضى منكم في هذا القصة. شكرا، جزاكم الله خيرا كثير. ثم السلام عليكم.